بسم الله الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ، بنحاول فيها أن ينسي تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذ الحبيب نجيب محفوظ. نرضى الحلم رقم 187 ويبدأ هكذا: عندما رأيت الأنسة به خفق قلبي كما خفق عند أول حب، وتابعتها أنهل من عذوبة الحب ولوعة الحرمان ولا أزيد. وأراني مع ابنة أختي وهي تسألني: حتى متى تبقى أعزب يا خالي؟ ورشحت لي الأنسة به زميلتها في المعهد العالي، فأيقنت أن وساطتها جاءت بعد الاتفاق مع به، وأسعدني ذلك، ولكني شعرت بخوف لا أدري كنه دفعني للهرب، فغيرت طريقي مختفيا حتى سمعت أنها خطبت إلى شاب لائق. وأراني واقفا أمام معرض مصور أشاهد الفتاة مع زوجها في ثوب العرس، فرجعت إلى النهل من عذوبة الحب ولوعة الحرمان، ولكن في إطار من الأمان. الله الله، قصة قصيرة مكتملة المعالم والأركان، تعبر عن جمال الأدب وعن حماقة البشر. خليني أقول لحضراتكم أن من حضراتكم أرى الثلاثية العظيمة بتاعت أستاذنا العظيم، فيها لقطة شبيهة بهذه اللقطة. هذا الشخص اللي تقدم في السن واللي كان عنده حب سابق ولم يتزوج الحب السابق، ولكن كان في واحدة قريبة لحبيبته السابقة، وهي كانت أصغر منه بفرق واضح، وحصل حاجة مشابهة لما حدث في هنا في هذا النص. وبرضه لتاني مرة هو تراجع عن إنه لهذا الارتباط. نص بديع حقيقة، قصير ومعبر جدا. خفق قلبه كما خفق عند الحب الأول، كان بينهل من عذوبة الحب ولوعة الحرمان ولا أزيد. ده يعني الحقيقة المهم في خوف لا يدري كانه، هو نفسه مش فاهم، هو خايف من دفعه لأنه يهرب ويرجع ليه. يرجع ينهل من عذوبة الحب ولوعة الحرمان بس في أمان، خلاص راحت اتجوزت. ده نمط شخصية موجودة، يعني تقدر تعتبرها حالة مرضية، يعني نوع من المرض النفسي اللي بيخليه يفز ان هذا الشخص يعني يخاف قوي من انه يقدم الى هذه الخطوة، خوفا من تحمل المسؤولية، خوفا من الاعباء، خوفا من اشياء كثيرة جدا. بس يعني الاستاذ بقلمه الرائع رسم هذه الصورة لهذه الشخصية من ناحية، والجزء من الحياة من ناحية تانية، بس بطريقته البديعة. وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله، والله أعلم.